السلام عليكم. مع تقدم الثورة التكنولوجية في عالم الحواسيب وإمكانية تغيير الصور والتلاعب بها عبر برامج تعديل الصور المختلفة مثل الفوتوشوب والأفتر إفكت وغيرها، واستخدام الخدع البصرية والتلاعب بالأحجام والبعد في الأفلام والصور، أصبحنا لأننا نستطيع التفريق بين الصور الحقيقية والمفبركة الغير حقيقية. وقد نحتاج في بعض الأوقات أن نلجأ للخبراء لتحديد كيفية عمل هذه الخدع البصرية، وفي بعض الأحيان قد نفاجأ أنها حقيقية وليست خدع. إليكم 5 صور غامضة تم التقاطها ولم يجد الناس لها تفسيراً. التقاط صورة لروح سائق وهي تغادر جسده. عبر الناس عن دهشتهم جراء مشاهدتهم لصورة روح سائق درجة نارية وهي تغادر جسده في لحظاته الأخيرة، وذلك بعد أن تعرض لحادث مروع. فعندما تم التقاط صورة لما تبقى من حطام الحادثة وكذا جسد الضحية، ظهرت عليها روح تشبه الإنسان وهي تطفو فوق موقع الحادث. تم نقل السائق إلى المستشفى في حالة غيبوبة ليفارق الحياة بعدها بلحظات. فهل كانت الروح المشاهدة على الصورة مجرد اجتهاد ونسج من الخيال أم أنها حقيقية؟ سأترككم لتحكموا بأنفسكم. صورة جثة على هاتف جديد. قام رجل بشراء هاتف جديد من محل تجاري محلي ليأخذ بعضها مجموعة من الصور، وعند محاولته مشاهدة الصور التي التقطها كانت المفاجأة، بحيث شاهد الرجل صورة غريبة تعود لجثة امرأة ميتة. لكن الغريب في الأمر أنه عندما حاول البحث عن الصورة مرة أخرى في أرشيف الصور لم يجد لها أثرا. قام الرجل بإرجاع الهاتف فورا إلى صاحب المتجر الذي اقتنى الهاتف منه، ليتفاجأ بالحالة التي مر بها زبونه ووصفها بالفريدة. كما نصح الرجل بمسح كل المعلومات على الهاتف وكذا تغيير البيانات ليعود الهاتف إلى حالته الأولى. طبق الرجل كل هذه النصائح ثم دخل إلى أرشيف الصور، وكله ثقة أنه لن يكون لصورة أي وجود. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، أن كل الصور مسحت ما عدا صورة جثة المرأة الميتة. يقول صاحب الهاتف أنه سبق واشترى العديد من الهواتف لكنه لم يصادف قط حالة لصورة شبح امرأة ميتة في أرشيف الصور يسكنه ويرفض الخروج منها. جني على صورة جنين بالموجات فوق الصوتية. كل أم مستقبلية تتحرق شوقا إلى تلك اللحظة التي سترى فيها جنينها وهو في بطنها، أوليس كذلك؟ لكن الأمر مختلف هذه المرة، بحيث ظهرت على صورة جنين بالموجات فوق الصوتية شيئا يشبه الشيطان وهو في وضعية وكأنه يحرس الجنين. قام صديق للأم بنشر الصورة على مواقع التواصل ليعبر الناس عن دهشتهم وخوفهم الشديد جراء الشيء الظاهر على الصورة. يشاع أن الطفل ولد بصحة جيدة رغم أن الولادة أتت في وقت مبكر قبل موعدها المقرر. رصد شخص على جرف. هل هناك أحسن من إنهاء رحلة المشي لمسافات طويلة بأخذ صورة تذكارية والتي ستظل راسخة في الذهن إلى الأبد؟ مع ذا، إذا ألقيت نظرة مقربة على صورتك ووجدت أنها تخفي شيئا مرعبا كحال هذا الرجل الذي ستبقى ذكرى هذه الصورة معه إلى الأبد، بحيث أنه عند إمعان النظر فيها سيظهر لك دخيل في الصورة بالضبط قرب الأشجار على اليسار والذي ينظر مباشرة إلى عدسة الكاميرا. لكن ما عساه يكون، تدور العديد من الفرضيات والإشاعات المرعبة حول هذا الأخير، فمن الناس من يعتقد أنه كان على وشك الانتحار وهرع إلى الاختباء بين الأشجار عند قدوم الناس، بينما يذهب آخرون للاعتقاد بأنه كان ينوي دفع الرجل من على الجرف، حتى لاحظ صديق الرجل الذي يحمل عدسة الكاميرا وتراجع. لكن الشيء الغريب هو أن المسافرين لم يسبق لهم رؤية وجه الشخص الظاهر على الصورة لا قبل الرحلة، خلالها أو بعدها، كما شكك العديد من الناس من مصداقية الصورة ووصفوها بالمفبركة. لذلك وضعت الصورة تحت الاختبار فتم التأكد بأنها حقيقية ولم يتم التلاعب بها. روح الأزواج الشريرة. قام زوجين بأخذ صورة ونشرها على الانترنت بعد أيام من الاحتفال بمراسم زواجهما، ليبدأ الثنائي بتلقي العديد من التعليقات من طرف الناس والتي تعبر عن هلعهم من رؤية وجه غريب معكوس على خلفية المرآة، بحيث كان من المفترض رؤية ظهر الزوجة على المرآة التي خلفها. لكن الشيء المرعب هو ظهور انعكاس وجهها على المرآة وهو ينظر مباشرة صوب عدسة الكاميرا. وكباقي الصور الأخرى، ذهب الناس للاعتقاد بأنه تم التلاعب بالصورة وفبركتها. إذن هل من الممكن أن تكون حقيقية؟ فلتكونوا أنتم الحكم. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل أعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية. تابعنا أيضا على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط أسفل الفيديو.